نظم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والشركة المغربية لتوزيع المحروقات أفريقيا بمدينة الداخلة حفل توزيع الشهادات على الفوجين الرابع والخامس من التكوين التأهيلي الخاص بمهنيي الميكانيك تكوين المعلم. وتميز هذا الحفل بتسليم شهادات تأهيل التكوين لمهنيي الميكانيك لفائدة 52 ميكانيكيا على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب برسم سنة 2022-2023، وذلك بعد عدة أشهر من التعلم وتبادل المعرفة بين مهنيي ميكانيك السيارات. لقد اخترنا مدينة الداخلة للاحتفال بتكوين أكثر من 3100 ميكانيكي أعضاء في ميكانو المغرب منذ إطلاق تكوين المعلم سنة 2021، والذي تجاوز الالتزام الذي تم الإعلان عنه سابقا، وهو ما يؤكد الالتزام الكبير لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتعزيز قدرات وكفاءات ميكانيكي السيارات. الهدف ديالنا للوصول 2029 ل 8000 ميكانيكي، بأزيد 5000 ميكانيكي إن شاء الله مستفيد إن شاء الله. وحنا في أطر في إطار هذا الشيء خلينا نحاولوا نطوروا مع مكتب التكوين المهني باش نديروا اي ميكانيك، باش نكونوا واحد جيل جديد على كل ما هي سيارة هجينة وسيارة كهربائية. وقد استفاد من هذه المبادرة إلى حدود اليوم أكثر من 3116 ميكانيكيا منخرطا بميكانيك المغرب، وهو ما يتجاوز العدد الذي تم تصديره سابقا. وقد تم ذلك من خلال تنظيم 7 دورات تكوينية بمعدل دورتين في كل سنة. كما ساهم تكوين المعلم في إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لمهني هذا القطاع. هذه الدورة التكوينية بصراحة يعني كتعتبر قيمة مضافة لكل حرفي، ويعني ما شاء الله يعني استفدنا بما فيه، وكنشكروا بالمناسبة جميع المتداخلين وكل واحد كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه الدورة التكوينية. هذا وقد استفاد 916 عضوا في ميكانو المغرب من تكوين المعلم خلال الدورتين الرابعة والخامسة، وهو ما يمثل نسبة نجاح قدرها 80% من أصل 1167 ميكانيكيا. ويجسد هذا النجاح الالتزام المستمر لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والشركة المغربية لتوزيع المحروقات أفريقيا بالتميز وجودة التكوين.